مشاهدي قناة ألوانكم، مرحبا بكم مرة أخرى من العاصمة الإسماعيلية للمملكة مكناس. الضيف ديالنا اليوم هو ضيف من نوع خاص طبيعة الحال، صاحب وصانع محتوى راقي، بمعنى الرقي كنهضروا على مواضيع الهادفة، مواضيع اللي كتهم الشباب وكتهم المملكة المغربية. معنا الآن سيمو، هو ابن مدينة مكناس اللي غيعرفنا براسه وغيعرفنا بالمحتوى دياله. سيمو مرحبا بك. السلام عليكم، كيفاش راكم بخير؟ اول خروج اعلامي لك. بارك الله فيكم، السلام عليكم، كنشكركم بزاف على الاستضافه ديالكم ومرحبا بكم عندنا في مكناس. وبالنسبه للمحتوى اللي كنحط كنظن خاص بمحتوى ديال الوظيفه العموميه، راه كاين بزاف ديال الشباب اللي كتكون بحكم عندهم القرايه وعندهم بزاف ديال الامور ما كيلقاوش كيفاش يديروا يتواصلوا مع الاورديناتور. دونك بحكم انني ديما مع الاورديناتور، ديما قدام الاورديناتور، كنلقى بزاف ديال المواضيع وبزاف ديال المباريات اللي هما اللي كتهم الطلبه. إيه من الاحسن، قلت انا من الاحسن يكونوا في اليوتيوب، حيت اليوتيوب بعض المرات كيجيو دي زانونس كيتحطوا. دونك الا لعبتي على لا ديمونسيون ديال المباراه، ولعبتي على مثلا على اللوغو اللي كيكونوا هادي، الناس كيدخلوا يشوفوا المباراه وفي نفس الوقت كيلقاو لي كونديسيون تما. يعني الا سمع الانسان ماشي هو بحال اللي كيقرا، قليل الناس اللي كيقرا، يعني الكتبه ديالهم كيحاولوا يقراوهم شي حاجه ديال اليوتيوب كيحاولوا يقراها، ولكن شي حاجه المباريات من الاحسن كيبغيو يدوزوها دغيا. ولكن بعض المرات كيكونوش مباريات اللي يقدر بنادم يتوظف وفي نفس الوقت يقدر مثلا يكمل القرايه ديالو. اساس هي الوظيفه، الا تسهل الله وتوظف انسان في شي مباراه ولا شي حاجه، راه من الاحسن كيتوظف وديك الساعه يكمل القرايه ديالو. نعم. علاش جاتك هذه الفكره بالضبط ديال انك دير محتوى بحال هذا في زمن ديال اليوتيوب والمواضيع والمحتويات التافهه اللي كتحقق نسب مشاهده عاليه؟ الصراحه اش نقول لك، يعني لقيت الناس بزاف الناس كيدخلوا كيشوفوا المحتويات اللي كيكونوا فيهم كيف قلتي تافهه، ولكن انا فكرت قلت من الاحسن ندير شي حاجه اللي تفيد الناس، يعني اللي يقدروا يستافدوا منها الطلبه، يقدروا يستافدوا منها الناس اللي هما موظفين. حتى الناس اللي موظفين راه كاين شي واحدين اللي كيكونوا مثلا عندهم وظيف، ولكن كيبغيو من الاحسن كيبغيو يزيدوا في في في, في القيمه ديال الوظيفه ديالهم. يعني الا لقاو ديك الا لقاو هذا المحتوى هكا كنظن راه كيربحوا بزاف ديال نعم كيربحوا بزاف ديال المعلومات. معلومات وي معلومات كتفيد الناس وكتفيد الشباب كذلك بالمعلومات باش يلتحقوا بالمباريات ويعرفوا كذلك بزاف ديال الحوايج. مازال غتزيد شي حاجه على هذا المحتوى ياك؟ كاين وبعد حتى بالنسبه للقناه، يعني ما درتش فيها غير محتوى المباريات، يعني كيكونوا بحال هكا شي حاجه ديال لامبريسيون. انا الخدمه ديالي كانت بالنسبه لامبريسيون اكثريه، مي لقيت بزاف ديال الحوايج زايدين في لامبريسيون، مثلا سوبليماسيون، مثلا تصاور، مثلا الحوايج اللي كيحتاجوهم الناس. هذا الشيء كنظن هادو هما الحوايج اللي كيحتاجوهم الناس اكثريه. نعم، يعني اول مره كنشوفوا شاب تبارك الله كيدير محتوى بحال هذا زوين ديال الوظيفه العموميه اللي ما طاحش بالي شي واحد. وقلنا هضرنا على ليكيب ديالك اولا، الفريق ديال العمل اللي كيخدم معك على هذه القناه، وفين كتصوروا الحلقات؟ الصراحه لا بليبار ديال الحلقات كنصوروهم من هنايا من هذه البلاصه، وكاين واحد الاستوديو واحد اخر كنصوروا فيه. غير الطاقم اللي كيخدم معايا عندي الصراحه واحد التكنيسيان ديال لا فوتوغراف، واللي نقدموا لكم اللي هو امين بحال اللي غيلتحق بنا. ضروري وغادي نعطيكم دقيقه. نعم. غادي يلتحق بنا امين اللي معاه، وغادي نقول لك شكرا سيمو. احنا اليوم شرف كبير لنا اننا نستقبلوك، نعطيك كلمه. كنشكركم بزاف على الاستضافه ديالكم، وكنتمنى التوفيق للمغاربه كاملين، والله يوفقكم. شكرا بزاف. بارك الله. نعيطوا للتقني ديالك اولا مسير الفريق جنود الخفاء اليوم، ما غيبقاوش في الخفاء اليوم على قناه الوانكم لاول مره. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا، وشكرا على الاستضافه ديالكم اختي احلام، شكرا الاخ مراد. بالنسبه لداكشي اللي مختص به انا مع السي محمد، هو هضر لكم على المحتوى ديالو. انا المحتوى ديالي خاص بالفوتوغراف، المونتاج، لا بيبليسيتي عامه كامله. نعم، اذا انت اللي كتمونتي السي محمد، اللي سميت القناه ديالو فاميلي جابر. يعني هذه القناه سميتها فاميلي جابر بالنسبه للوغو والمونتاج انت اللي كتكلف به؟ نعم، انا اللي كنتكلف به. شنو اللي خلاك تقنع باش انك تدخل معاه في هذا المحتوى وتعاونه؟ لحقاش المونتاج وهذا المحتوى هذا من الهوايه ديالي، وكنشكر واحد الشخص اللي علمني هذا الشيء هذا، اللي هو بالفيزيون امر، معروف كاين في وامزين، واحد الشخص وكنشكرو بزاف لحقاش هو اللي علمني وراني بزاف د الحوايج اللي يفيدوني واللي ما يفيدونيش. نعم، شكرا امين. كان معنا امين ومحمد طبيعه الحال في الفقره ديال صانع محتوى. كلمه اخيره سي امين بمناسبه
حلو لشهر رمضان اللي غادي الناس غتبغي تفرج في المحتويات وغيشوفوا شنو تبغي تقول لهم؟ كنقول لهم شكرا وتابعونا ديما كاين الجديد ان شاء الله. اي حاجه بغاوها مرحبا بهم اديستونس ولا يحضروا معنا حتى الاستوديو ما عندناش اشكال. وكنشكر جميع المغاربه وشهر مبروك لكلشي. كنتمنى الله يعز علينا هذا الوباء باش نزيدو نخدموا مزيان واكثر. ورمضان مبارك سعيد للمشاهدين ديالنا الكرام. اذا كان معنا السي محمد وامين باش تشوفوا الحلقه وباش انتم تستافدوا وباش الشباب ديالكم والاصدقاء ديالكم يستافدوا من المعلومات اللي غادي يقدمها جابر فاميلي او لا فاميلي جابر. غادي نخليو لكم الرابط لتحت اسفل القناه او في صندوق الوصف فادخلوا تابوناو باش تستافدوا كاملين. شكرا لكم الى حلقه مقبله ان شاء الله. كانت معكم احلام العسري من العاصمه الاسماعيليه للمملكه. السلام عليكم.